استغفر الله العظيم يا طلعت بيه، بقى انا برضه اعمل فيكوا حاجه وحشه؟ ده افضل خالك الله يرحمه عليا، مستحيل انساه. اللي عمل كده، اللي عمل كده اللي ضحك عليك ولهف منك الفلوس. اي نعم، هو عم مراتي، بس الفلوس تقرب له اكتر مني ومنك. انا دفعت زي ما انت دفعت، بس اللي ما تعرفوش بقى ان هو قال لي انه خد منك واداك. ها، ما انت اللي جريت ورفعت السعر يا طلعت بيه، افتكرت نفسك لوحدك في السوق. الله، انت حر معاه، انا بس صعبت عليا انت واخواتك، فقلت افطمكم واخد فيكم ثواب. اهلا اهلا يا طلعت بيه، اخبارك ايه؟ اخباري اخباري زي الزفت. ليه، خير يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ يعني ما عرفتش يا محمود بيه، ما وصلتكش اخبار الكارثه اللي حلت عليا انا واخواتي. قريبك اللي انت اتحالفت معاه ضدي ما قالكش انكم نجحتوا بتدميرنا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده طلعت بيه؟ مين قريبي ده اللي انا اتحالفت معاه ضدك؟ الحاج متولي اللي انت اديته نفس البضاعه اللي انا دفعت لك فيها رشوه 200,000 جنيه. لا 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 لا، انا ما اسمحلكش تقول كلام زي ده في مكتبي يا طلعت بيه. بس تسمح لنفسك تمد ايدك وتلهف ال 200,000 جنيه، مش كده؟ عيب يا طلعت بيه الكلام ده في مكتبي، هو ده جزاك ان انا خدمتك وبديتك عن غيرك؟ كلام العنطه ده ما عادش ينزل من زور، انا جاي عشان اخلص حقي. وانا امرتهم يصرفوا لك كميه تاني. مش عايز، ما البضاعة مالية المخزن ما بتتحركش. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ ده البركة فيك. يعني عايزني كمان انزل لك السوق ولم لك الزباين؟ تلملي ولا تلم نسيبك؟ عيب عيب يا طلعت بيه، عيب الكلام ده، ما ينفعش، وده مش اسلوب تفاهم في مكتب راجل كبير مسؤول زي مسؤول؟ مسؤول عن خراب بيتي، مش كده يا محمود بيه؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز الفلوس اللي خدتها. فلوس؟ فلوس ايه اللي انت بتقول عليها؟ ال200,000 جنيه يا محمود بيه، الرشوه اللي انا اديتها لسيادتك عشان تتعطف وتتنازل وتديني نصيب من اللي بتديه لقريبك الحاج متولي. ده انا حتى ملياش دعوه بالحاج متولي خالص، ده احنا واقعين مع بعض ومتخانقين عشان اسباب عائليه. ايوه، خش عليا بكلام العوانطه تاني. لا، انا ما بقتش ابلع الكلام ده، هي كلمه واحده، يا تديني فلوسي دلوقتي حالا يا بلغ نيابة فيك. لا، ده انت باين عليك اتجننت خالص وهتودي نفسك في داهية. وانا لسه هروح في داهية؟ ما انا خلاص يا حبيبي رحت ب60 داهية، بس حق مش هيروح. انا عاوز فلوسي، عاوز فلوسي يا نصاب، عاوز فلوسي يا مرتش يا نصاب. في ايه يا خوبي؟ خدوا المجنون ده طلعوه برا. انا مش خارج الا لما تيجي النيابة وتاخد لي حقي من النصاب ده. انتوا مستنيين ايه؟ ما تخرجوه برا. مش خارج الا لما تيجي النيابة يا نصابين يا حرامية، لازم اوديكم داهية. مالك قاعد كده زي اللي زرعها بطيخ طلع له خيار؟ مصيبة يا صباح، الراجل بيته اتخرب. هو مين؟ طلعت. مش دي صورتك المنيلة؟ هو انتوا قد الحاج متولي؟ لا يا صباح، الشغل كان ماشي مظبوط واخر حلاوة، لولا بس الراجل قريب متولي ده لعب لعبته باسم المتولي. الله اعلم، محدش يا بنت الحلال عارف الحقيقة فين. الحقيقة واضحة زي عين الشمس، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. طب وبعدين يا صبوحة هنعمل إيه؟ وأنت مالك أنت؟ هي خسارة خسارتك ولا المال مالك؟ ما هو يا بنت الناس لو المحل اتقفل مش هنلاقي شغل. يا مصيبتي، ده يبقى خراب بالدبة والمفتاح.